معالي الرئيس، بتكلم في كوني رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الأوقاف الجعفرية. الإخوان في الأوقاف الجعفرية الظاهر مو بعارفين أن هذه المشروع أحد مشاريع الإصلاحية لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى. الإخوان أمس إحنا تونا في بسم الله صرنا ويا أعضاء مجلس الإدارة، وأمس طلبنا اثنين من أعضاء مجلس الإدارة معالي الرئيس، وقاموا يرهبون وترهيب في اللي يطلبون خدمات، وقاموا يوقفون خدماتهم واتصلوا فيهم لأن تتعاملون مع اللجنة البرلمانية. فمعالي الرئيس الأولى بهالمجلس أن اليوم يروح يشوف شغله بدل ما يرهب الناس. اليوم أمس إحنا كنا في زيارة في جدة الحاج، هاي القرية الجميلة والناس الأجمل الموجودين، خلي يشوفون الإهمال اللي موجود هناك اللي مو راضين يقومون بالدي. بدل ما معالي الرئيس بدل ما يرهبون الموظفين الصغار هناك، خلي يشتغلون على تثبيتهم.